حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما تأخروا يا دكتورة أنا قمت حاتيهم، اتصلت في مازن أكثر من مرة بالتليفون ما ردت علي، بلغت الشرطة قلت لهم عن اللي صار هذا كله، زوجتي وعيالي، أدق عليهم تليفون ما يردون علي، راحوا الشرطة ما قصروا يدورون عليهم في كل مكان ما لقوا لهم أثر. ما كنت أدري إنه صار لهم حادث بالطريق. ومازن هذا الأدهى ولا مريم؟ تصوري يا دكتورة ولدي مازن عاش يومين بين الجثث، جثة أمه وأخوه فهد الرضيع والسعي، تصوري طفل في السن هذا عاش بين الجثث، حتى لقيت الشرطة اكتشفت الجريمة في شارع فرعي من الشالة. طيب شلون عاش مازن من غير أكل ومي؟ كان يرضع من صدر أمه الميتة معاه حق، من يومها يخاف من الناس. حاولت كثير ما أقدر إني أعالجه يا دكتورة، ما حد قدر، أحد قدر يعالجه. وليش ما حاولت تجيني كل هالسنوات؟ أنت شو اللي تبي تغيرينه في العقد؟ الرقم. حاضر، حط الرقم اللي تبينه ونروح نوقع عليه. لا، وأنت اللي قلتي كنت أظن الحالة أسهل من كذي. الحين أنا ماني واثقة إذا أقدر أسوي شيء حق مازن.